لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. مش عايز اقول لك كان بيقعد يصلي الظهر مثلا يقعد بالساعه يصلي مما فات العصر ساعه مما فات ربنا يتقبل يا رب ربنا يعفو عنه يا رب ربنا يرفع عنه اي حاجه وحشه ويعفو عن اي سيئه يريم مقعده يا رب من الجنه طب خليها تيجي هنا قول لها هتجيب المدام هنا انا هنا اهو عايزين العربيه تعالي هنا ماما لا يا ماما تعالي يلا يا جماعه قبل طلع كوبري اكتوبر 5 دقايق العربيات كلها تجمع قبل ما نطلع كوبري اكتوبر هنطلع من شارع البطل احمد عبد العزيز ايوه صح كده يلا يا جماعه قبل ما نطلع كوبري اكتوبر عند جريده اليوم السابع يلا قبل ما نطلع اكتوبر يلا خد ما شاء الله على العربيه كده اتفضلي حتى يهدى فوقين يلا يا حبيبي